الآن إلى مجموعة من الأخبار، حيث هبطت طائرة حربية تابعة للنظام اضطراريا في مطار حما العسكري بعد تعرضها لجسم غريب اعتبر نوعا جديدا من مضادات الطائرات المصنعة محليا. في التفاصيل، تبين أن أحد الضباط المنشقين وهو المهندس أبو البراء تمكن من تصنيع بالونات حرارية مملوءة بغاز النيتروجين ومزودة بصاعق صغير مع حشوة يؤدي اقترابها من محرك الطائرة إلى إمكانية ابتلاعه من قبل المحركات وأحداث عطب فيها. وأضاف المهندس أن إطلاق العشرات من هذه البالونات يمكن أن يشكل نقلة نوعية في مواجهات طائرة النظام، إلا أن الصعوبة تكمن في توفير المواد الأولية اللازمة لتصنيعها. وكان أبو البراء قد تمكن في وقت سابق من تطوير طائرة من دون طيار تحمل قنابل قام بتجريبها في معارك حما الأخيرة وأثبتت نجاحها. أعلنت مصادر إعلامية موالية في رأس البسيط بالساحل العثور على كميات كبيرة من لحوم الدجاج ولحوم أخرى غير صالحة للاستخدام البشري بالمطلق، كما أكد بعض المعلقين على هذه الأخبار التي انتشرت على صفحات الموالين بأن هناك انتشار للحوم الحمير والقطط. ففي اللاذقية تحدثت شبكات إعلامية موالية عن العثور على مستودعات كبيرة تحوي مواد تنظيف وتجميل ومستلزمات أطفال وأنواع عديدة من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام، إلا أن القائمين على هذه المستودعات يزورون تواريخ التصنيع أو يعيدون تعبئة المواد في علب جديدة تمهيدا لبيعها في أسواق الساحل. ولم تنتهي البضائع الفاسدة هنا فحسب، بل إن المافيات المنتشرة في مناطق الأسد والموالية له وسعت نشاطاتها في عموم الساحل لتشمل إعادة تعبئة مواد غذائية فاسدة مثل مربى المشمش والطحينية ومربى البندورة وغيرها، فيما تحدثت الصفحات الموالية عن مصادرة كميات فاسدة دون أي إشارة إلى من يقف وراء هذه البضائع والتي تستهدف الموالين في عقر دارهم. تحدث الفنان السوري العالمي جهاد عبده عن آخر تجاربه في السينما الأمريكية بعد الانتهاء من تصويره فيلم ملكة الصحراء مع النجمة العالمية نيكول كيدمان. وقال عبده إنه قام بتقديم طلب انتساب لنقابة الفنانين الأمريكيين في مدينة لوس أنجلوس، وكان جواب النقابة بأنها تتشرف بقبول عضويته ويسرها حماية حقوقه ورعاية مصالحه والاستفادة من خبراته ومواهبه في إغناء صناعة الأفلام. وأضاف عبد متأثرا كيف وصلته بطاقة العضوية بعد أيام قليلة مع قائمة كاملة بحقوقه كممثل في الولايات المتحدة وخارجها، ليختم حديثه متحسرا كيف عاش سنين طويلة دون أي حماية تذكر. عبر قط غاضب عن رأيه بالمرشح الأمريكي دونالد ترامب في لقطة طريفة عرضت صور المرشحين الأمريكيين للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر هاتف محمول على القط الذي قال رأيه عن المرشحين بطريقته الخاصة. نتابع. ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، شكرا لكم وإلى اللقاء.